بس والله حبيتكم ربنا يخليك. يعني بص، كل الناس اللي بيشغلوا معاهم معايا فلوسهم الموضوع معاهم بيبقى شغل بس، لكن انتم الموضوع معاكم شغل وحب وضحك، التلاته في واحد زي الشامبو بتاع القشره. اي لا ما بتضحكش قوي يعني. ما عشان القشره ما تهونش غير على اولاد الحرام. قصده يعني ان القشره اديني فرصه اضحكه 30%. خلاص الواد بيبكي من افهموا. ماله ماله حولته كائن هو مش فاهم. لا والله لا 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 هو كده اصلا هو كده. يا شفيع بيه، يعني احنا كلنا عارفين ان انت دمك خفيف قوي، بس خاف يا اخي من الحسد. بصي اكتر حاجه بخاف منها الحسد. اشمعنى؟ عشان الحسد ملك الغابه. ينعل. ايه ده؟ ما عندكش دم يالا؟ مفيش احترام لاي حد واقف في ايه؟ قله الحياه دي. ما حدش رباك يالا؟ مفيش حد في شارعكم كله قال لك التربيه ازاي؟ خالتك ما عدتش مره قالت لك اتلم؟ خد يالا انت ما تردعتش كويس يالا. انت ما تردعتش كويس، ده واحد مش متردع كويس، المفروض تقعد سنتين، انت قعدت ساعتين ومشوه ولبن رايب ولقيت لبن عدي. انا مش هرد عليك عشان كده نموك ما اكتملش وشعرك نايم وهفتان لبن بايظ. هتطلع عامل ازاي؟ انا مش هرد عليك. فين الاقزام السته يا سبتهم ليه؟ انا مش هرد خلاص عليك. خلاص يا جماعه انت اقل من اني ارد عليك. خلاص خلاص خش محلك يا حاج عبده. خلاص يا جماعه. ايه ايه ده يا عم الواد؟ يا عم مش عامل احترام لاي حد يا عم. والله ده نفسك لو اتكلم. احترم نفسك عشان نزل ايدك. انت هتتخطر عليا ما انا قاعد بالتزام. ما اتكلمش تعمل بطل بط عليا. ايه خلاص هنتكلم في الشغل. ليه الادب عيل صغير وتافه برتقاني؟ وايه اللبس اللي انت لابسه ده؟ مين لبسك كده؟ انت ما تفهمش في الموضه. موضه في الايه؟ الموضه. لا انت عصبي جدا، ما ينفعش كده. شفتش عصبيه يا ابني؟ ما تنرفزنيش. هقول لك على حاجه تمشي عليها بقيت عمرك. امشي على ايه؟ رجليك. Thank you.